حرص رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية عام 2018 على عدم إعلاء سقف التوقعات. لن أقدم أي وعد لاحقاً على رائحة المصالحة أن تدرس بشكل موضوعي الوعود الإنمائية الضرورية للإقليم وللتواصل الجغرافي والسياسي والاجتماعي بين الإقليم وبين الجبل. على أن الحزب الذي اعتمد على تحالفات حزبية واسعة تمكن من حصد 9 مقاعد شكلت كتلة نيابية باسم اللقاء الديمقراطي. ظل وليد جنبلاط ورعاية وليد جنبلاط السياسية كانت وما زالت وستبقى وسنكون نحن الأداة التنفيذية لهذا الخط السياسي ولهذا الحزب السياسي ولهذا النهج السياسي. كتلة نيابية كانت بوصلتها شعارات عريضة حددها ولطالما كررها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي. سنكمل المشوار الذي ابتدأناه، ستكمل لائحة المصالحة المشوار الذي ابتدأه كمال جنبلاط منذ عقود، مشوار النضال، مشوار العروبة، مشوار الإنماء، مشوار التواصل الموضوعي السياسي والاجتماعي والاقتصادي بين الشوف والإقليم، مشوار التضحية، مشوار قضية فلسطين. للحزب الاشتراكي برنامج على الورق، بعض بنوده قابل للقياس والبعض الآخر أقرب إلى الأحلام، فكيف كان أداء الحزب الوزاري والنيابي على مدى 4 أعوام؟ فيما يتعلق بكتلة اللقاء الديمقراطي، وبعد أن استعرضنا هذا التقرير يعني صار بداية عدد اقتراحات القوانين التي وقع عليها نواب كتلة اللقاء الديمقراطي 94 اقتراح قانون وقع عليه أعضاء كتلة اللقاء الديمقراطي. من ضمن هذه القوانين الموقع عليها 66 اقتراح قانون هو مقدم من قبل كتلة اللقاء الديمقراطي. أما فيما يتعلق بنشاط نواب كتلة اللقاء الديمقراطي، بلال عبد الله هو النائب الأكثر نشاطا، مش بعدد الاقتراحات اللي قدمها إنما بعدد الاقتراحات اللي وقع عليها، ويبلغ عددها 80 اقتراح موقع. أما بالنسبة للنواب الأقل نشاطا فهو النائب نعمة طعمي بتوقيع على اقتراح قانون واحد. فيما يتعلق بالوعود الانتخابية الوعود الانتخابية اللي قدمها الحزب التقدم الاشتراكي خلال حملته الانتخابية، فهناك يعني تم رصد 55 وعد انتخابي. من أصل هذه الوعود يمكن رصد 19 وعد غير قابل 19 وعد غير قابل للقياس، ويعني نموذج على عدم قدرة قياس هذه الوعود الانتخابية. صعود اليمين على خلفية الخطاب الشعبوي المعادي للإسلام والمهاجرين بات يتطلب ردا مناسبا يرتكز على التفاعل الإيجابي بين الهويات الثقافية. في استحالة كلام 19 اوسلو، اتفاقيه اوسلو وكذا وكذا، وبعد في مجموعه من الوعود. هذا فيما يتعلق بالوعود غير قابله للقياس. اما فيما يتعلق بالوعود القابله للقياس عم نحكي عن 36 وعد. اذا بدنا نستعرضهم بشكل مفصل في ربطا بما تقدم به الحزب التقدم الاشتراكي في الواقع اللبناني: الغاء الطائفيه السياسيه، حبر على ورق، قانون عصري وطني للاحزاب، حبر على ورق، إنشاء مجلس الشيوخ اعتبرناه حبر على ورق على الرغم من المطالبات المستمرة من قبل نواب كتلة اللقاء الديمقراطي، إلا أنه من تقدم بهذا القانون كان كتلة التنمية والتحرير، فبالتالي يعني لم يكن جهدا مباشرا ولم يوقع لم يوقعوا على هذا الاقتراح، فبالتالي تم تصنيفه على أنه حبر. بس نوصل على ورق. حركة أمل بنبقى منناقشه، وهو قيد الدرس في اللجان النيابية. قانون لا طائفي للانتخابات النيابية على الوعد يكون بمجرد الموافقة والتصويت على القانون الحالي. تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة على الطريق نظرا لوجود اقتراحات قوانين وهي لا تزال قيد الدرس في اللجان. قانون مدني للأحوال الشخصية حبر على ورق. في الملف الاقتصادي والاجتماعي إدارة شفافة لملف الغاز والنفط على الطريق، تغطية صحية اجتماعية شاملة معلق.
تطبيق قانون الإيجارات ومساعدة المستأجرين وعد محقق، وهذا نظرا لإقرار مرسوم النظام المالي لحساب صندوق المستأجرين، فبالتالي تم تصنيفه على أنه وعد محقق. ننتقل ده تعزيز الموارد المالية للبلديات. حبر على حدا يناقش أنه الكوتا مش بالضرورة تكون هي المؤشر اللي بيؤدي إلى إشراك المرأة سياسيا، كل شغلة عم نحكي فيها ما بناء على مقاربة الحزب نفسه مقارنة بمقاربة الحزب نفسه. النقابات والعمال، تحديث قانون العمل معلق، هيكلة نقابية عمالية جديدة، حبر على ورق. تحديث صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم تصنيفه على أنه على الطريق نظرا إلى يعني تعديل بعض مواد مشروع القانون الموضوع اللي عم ينشغل عليه هون. ضمان وهو قيد الدرس في اللجان أيضا، ضمان الشيخوخة، حبر على ورق. النتيجة الكاملة لفحص الالتزام من أصل 36 وعد 21 حبر على ورق، 4 معلق، 2 وعد محقق، 5 على الطريق، 4 على الوعد يكمون، يعني تم نكث الوعد. طبعا هاي النتائج قابلة للتعديل بناء على شو ممكن يجينا تعقيبات من الكتل المعنية قبل نشرها بشكل رسمي على الموقع، مشان بس ننشرها على الموقع. نحن حكيت طبعا على الموقع الإلكتروني كل وعد راح يكون محطوط تحت منه ليش، يعني لما الملاحظات والتعليل 100% والتعليل تحت منه راح يكون منشور ليه. وإذا مثلا نقول وعد معلق نقول لأنه في قانون تقدموا فيه على الآن بكذا باللجان، أو مش هني تقدموا فيه بس مع الآن بلجان هني عم بيدرسوها.